مشاهدينا الكرام، شكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة. حقيقة اليوم أحيانا الإنسان تجي فرصات، يعني يجب أن يستثمر هذه الفرصة، مثل ما تفضل أحد المعلقين اليوم اللي فتاة شاركت هي برنامج تلفزيوني ما تدري به، والطوها الشيك كتبي المبلغ الترديه، وهي ما قبلت على هذا، ما قبلت يعني تكتب المبلغ لسبالها مجرد مزحة. نعم. لكن هي فرصة اليوم اجتها ما استغلت او استثمرت هذه الفرصة. هي كان سؤال سئلت رجل ثري شنو سبب نجاحك؟ فسوالها هذه الحركة انطاها شيك فما كتبت. للاسف يعني ضيعت الفرصة. طلبت الفرصة. انه تنعاد الحلقة، قال لها حتى لو تنعاد بعد الحلقة سؤالي فرصتي ما راح تتكرر. زين انت برايك الفرصة تمنح ام تصنع؟ الثنين. يعني مرات انه شخص يمنحني الفرصة. صح. يعطيني مجال. لكن اذا اني ما صنعت نفسي وما عندي مؤهلات. اذا اريد نتطرق الى من جانب الحظ. اليوم الإنسان إذا حظه مثلا يقول أنا حظ اليوم هذا ما عنده حظ وهذا عنده حظ. مسألة الحظ هذا المصطلح ما هالقد أؤمن به، أقول إنه شيء اسمه توفيق من الله سبحانه وتعالى. توفيق صح. بهالشكل، لأنه دائما احنا نقول كما تدين تدان، اللي اليوم الطيب اللي زرع بحياتك راح تشوفه بخطوات قادمة، لكن البعض يقول هذا محظوظ، هو مو محظوظ، أنا برأيي إنه هذا شوفي شنو عمل بحياته من يعني أمر صالح بحيث الله سبحانه وتعالى هيأ له مثل هكذا فرص. طيب. لكن احنا نقول نصنعها لمن أنا أشتغل على نفسي. طيب. لأنه في بعض الأحيان شخص تقولين هذا محظوظ اشتغل بفلان مكان، هو اشتغل بفلان مكان لأن عنده إمكانية. إذا طيب. أنت ما عندك لغة وما مثقفة نفسك حتى لو يطش الفرصة ما تقدرين تشتغلين. صح. إذا ما أنت مشتغلة على نفسك. طيب خلينا نعطي مجال المشاهدين نشوف. نعم. شنو أراهم هذا الموضوع. زميلتنا فاطمة عاشور تقول في فرص نحن نصنعها، ولكن أكيد بيكون في ممهدات إلها، وفي فرص تقدم لنا على طبق من ذهب ودورنا أن نغتنمها أو لا. وجهة نظر حلوة. كربلاء جنتي تصلي على محمد وآل محمد، تقول الفرصة من تجي لازم وياها الحظ، لأن أنا كلش أؤمن بالحظ. نعم. اليوم المشاهدة كربلاء جنتي تؤمن بالحظ على عكس رأيك سوزان. نعم. ممكن هي نفسها، ممكن نقول احنا نسميه حظ ولكن هو توفيق من الله توفيق سبحانه وتعالى. صح. همس القوافي تعلق وتقول فرص الحياة كثيرة، منها ما يمنح منها ما يصنع. مثلا أمنح شخص فرصة لمراجعة قرار معين قد اتخذه، أو هناك مؤسسات تمنح فرص على سبيل المثال لتطوير الذات أو فرص التعيين، لكن الفرصة التي تصنع هي التي يصنعها الشخص لذاته، كأن يشق طريق النجاح وسط الفشل بتحديد خفقات السابقة وتجاوزها. مثل رأي تقريبا، لأن قلت لك ممكن موجودة. صح. عندي فرصة لكن ما عندي إمكانية أنه أستغلها. نعم. أيضا حسين الكربلاء يعلق ويقول أعتقد الفرصة في الحياة تمنح، وتحياتي لعائلتي الثانية برنامج صباح كربلاء. شكرا جزيلا يا حسين. طيب صادق مهدي حسن يقول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. إن مما لا شك فيه إن الله تبارك وتعالى هو من يوفر فرص الخير والرحمة لعباده إنعاما وتفضلا عليهم ورحمة بهم وإلقاء الحج عليهم. وعنه عليه السلام يقول أشد الغصص فوت الفرص. إذن يجب اليوم الفرصة إذا أجتنا نستثمرها استثمار جيد وما نعيفها تروح، لأن هي إذا أجتي بعد ما ترجع. عبد الزهرة يقول الفرصة يهيئها الله لنا ويجب أن تستغل، وإذا لم يستغلها الفرد تذهب عنه ويشعر بالندم، لأن الفرصة الثمينة لا تكرر ويجب استغلالها. نعم. نبأ شاكر أيضا تعلق تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. الفرصة في رأيي لا تمنح ولا تصنع بل تستثمر بالشكل الصحيح. تمر في حياتنا الكثير من الفرص، ولكن الذكي الذي يستطيع أن يجذب هذه الفرص ويعمل على استثمارها بالشكل الأمثل. تحياتي لكم وتحياتنا إليك يا نبأ. الزهرة قدوتي تقول تمنح وبنفس الوقت تصنع. نعم. يعني آراء متفاوتة. الله حسبي، الفرص أرزاق وعلينا أن نحسن استغلالها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام الفرص تمر مر السحاب، أما شمس الشمري الفرصة يهيئها الله لنا ويجب أن تستغل، وإذا لم يستغلها الفرد تذهب عنه ويشعر بالندم، لأن الفرصة لا تكرر ويجب أن تستغل. نعم. كثير من التعليقات يعني علوية أم محمد الشمري. نعم. ونبأ شاكر، ما أعرف يا تعليق تختاري سوزان. نعم. أيضا أختار الشمري، أبو حسين الشمري يقول الله أعلم لو بها خير من الله أو ما بها حسب أنفسنا. أيضا من التعليقات الأخرى زهرة الجاردينيا تعلق تقول السلام عليكم، الحياة تمنح الإنسان فرص كثيرة ويجب علينا
أنه نصنع هذه الفرصة ونستثمرها بالوقت الصحيح. طيب أحمد يقول الاثنان معا فرصة تصنع. قبل ما تختمين سوزان، محمد الأسد يقول تمنح وتصنع وتستوحى وتستلهم. جيد. والتوفيق من الله، من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن كانت تعليقات كثيرة حقيقة وردت على الصفحة الرسمية، وننوه أنه أيضا كانت هناك تعليقات على موقع الإنستغرام الصفحة الخاصة لقناة كربلاء الفضائية، أيضا هناك سؤال التفاعل ووردت مجموعة أيضا من التعليقات. إذن حقيقة ضمن هذا الوقت وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الختام نقول الحياة فيها فرص وفيها ممكن تمنح، وممكن نستغل هذه الفرصة حسب إرادتنا. إذا كانت الإرادة قوية ممكن كل شيء يتحقق. إذن حتى نلقاكم مشاهدينا الأكارم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم في أمان الله وحفظه.